عماد ثورة تشرين خلال مسيرتهم الطلابية في ساعة التحرير إلى هجمة وحشية غير مبررة أصيب على أثرها العشرات من الطالبات والطلبة بالآلات الحادة والعصي من قبل أصحاب القبعات الزرقاء. وعلى أثر ذلك حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مهام عملهم في ساحات الاحتجاج، وهذا بمثابة اعتراف ضمني على سلوك الغير منضبط الذي مارسته هذه المجاميع بحق أبنائنا وبناتنا من الطلبة. أيها العراقيون الأحرار، قد بلغ السيل الزبا وبانت النوايا وكشفت جميع الأوراق، وكأن القوم اتفق جميعا على قمعنا، وكل ذلك لأننا قلنا نريد وطن. حفلة الدماء التي اشترك فيها جميع الأطراف السياسية لابد أن تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن اقتحام ساحات الاعتصام والتظاهر في محافظة النجف وإحراق الخيام من قبل ميليشيا سرايا السلام والقبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر. حتى اللحظة وهذه حصيلة قابلة للارتفاع، 8 شهداء ونحو 100 مصاب في حصيلة طبعا قابلة للزيادة في محافظة النجف إثر هذا القمع الذي تشهده ساحات التظاهر. واليوم ساحات التظاهر في محافظة النجف على يد هذه الميليشيات. طبعا مصادر مطلعة قالت إن 8 متظاهرين استشهدوا، فيما أكدت مصادر طبية في النجف أن مستشفيي الحكيم والصدر في المحافظة استقبلا عشرات المصابين من المتظاهرين بطعنات سكاكين وضرب بالعصي، والعديد منهم في حالة حرجة إثر هجوم شنته ميليشيا القبعات الزرق على ساحة الاعتصام قبل أن تقدم على حرق خيام المعتصمين في محاولة منها لفض الثورة وإنهائها. طبعا مشاهدينا الكرام، نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مقطع لعناصر في ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر وهم يؤكدون أنهم يمتثلون لأوامر زعيمهم، فيما يظهر عنصر آخر من ميليشيا سرايا السلام والمعروفة كذلك بالقبعات الزرق وهو يلمح إلى وجود عناصر أخرى جاهزة ومكلفة بالاغتيالات وهم مستعدون للتنفيذ. فلنشاهد. يدلل أبو هاشم سرايا السلام انوار الصدر المجاهدين الانصار دونه بحمايه اخوتنا واخواتنا الطلاب من مدينه انوار الصدر. هاي المجاميع ضامينها كله، بعدنا ما مطلعين دولات الضامين والصكاكين جمدينهم جمدينهم مظلومين. يا النشار يا الجسمه خدمه ابو هاشم. احنا مشاهدينا طبعا لدينا أيضا مقاطع حول موضوع حرق الخيام في محافظة النجف، إذا كانت جاهزة نود أن نعرضها مع حضراتكم ونشاهد. مشاهدينا نستقبل أول اتصال معنا في هذه الحلقة، السيد حسين من السعودية، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي يعني هالمأساة اللي عملها مقتدى وبعدين في النجف وبعدين للأسف يعني الحين يقولوا أن الحسين عليه السلام يقول هيهات من الذلة، طيب لماذا ينقاد لأوامر إيران ولأوامر خمني؟ يعني يبي يطبق وصية قاسمي سليماني مع المهند. يا أخي هو والعامري وذول يعني البلد بلادي وإن جرت علي عزيزة وأهلي وانضموا علي كرام، فيريد أن يكون عميل ويتلقى الأوامر من خامنائي يجي يقتل أبناء شعبه. وبعدين للأسف ليه يقول يا أخي
هي الحسين عليه السلام يقول هياك منا ذلة، وهل هنا ذلة بأن يأتمر بأمر إيران ويقتل أبناء شعبه؟ وللأسف يقول سرايا السلام، مين سرايا السلام؟ هذه سرايا الخراب والعذاب والبهدال. فيا أخي يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ليه يعني يبيع بلده ويبيع دينه ويبيع عرقه لإيران؟ إيران ما ترضى لأحد يفعل في بلده شيء، وهو يكون عميل لإيران؟ يعني يرضى بهذا هو والعامري والمالكي وحيدر العبادي اللي يقول الحشد الشعبي جزء من الجيش؟ حرام حرام اللي فعله مقتدى. يعني لا مقتدى حرام عليه، يتق الله، يفعل بالنجف الشهداء والماء وبعدين يخادع الناس. يعني ليه يخدع الناس؟ يقول يعني حرام، والله فعل مقتدى شيء يسود الوجه قسما بالله العظيم. شكرا يعني شكرا لك، وضحت الفكرة سيد حسين من السعودية، أشكرك. معنا محمد من هولندا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا. مشاهدي الكرام، تفضل، حياك الله. الشهداء والشهداء أكرم منا جميعا. نعم طبعا أخ عمر، يعني هم مستعدين يبيدون كل الشعب، لأن دول عرفهم كانوا يشغلون دولار ويضربوا عليهم، كانوا يجدون ساعدهم ملايين ومليارات. نعم. تخبلوا وساعدوا جيوش ومنشيات، فمستعدين بدون كل الشعب، ما عندهم مانع. ومن إنجازات الثورة إنه بينت إنه ماكو طائفية بين الشعب العراقي، هاي واحدة. اثنين كشفت مختلف صدر شنو هو، وقبعات الزرق. فالطرف الثالث كان مقتدى وأتباعه، وهاي بشر العراقيين يعني بعد الكشف. فهم يتخبطون يقتلون، ما عدوا يحرقوا الخيم، هم اللي يقتلون بالناس أخ محمد. نعم. وقطع الخيم يعني عادي يحرقون الخيم. هو دي يسوون جرائم. نعم. إن شاء الله أكو انقسام بيناتهم، أكو إيش أخبار وأخبار إنه حسين قلب بيناتهم إن شاء الله. الله إن شاء الله يتضرهم بيناتهم. نعم. إن شاء الله ثورة واستمر، وتحية لك عمر. شكرا لك يا سيد محمد من هولندا. معنا السيد جاسم من كربلاء، تفضل يا جاسم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوكم يا قناة الشريفة، يا قناة العزة، يا قناة الأبطال، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. احنا بس نريد نعرف إذا متى هذا الدماء بالعراق، إذا متى؟ أناشد العراقيين الشرفاء، أناشد العراقيين الأبطال، وينهم؟ هذا مرتدى صدر الجبان، عسكر جاي يقتل العالم، هيك يقتل بالعالم بالشوارع، ما يرداد، ما يرداد، ليش يكتبوه ليش؟ قوموا يا عراقيون، انهضوا واصحوا على هذا مرتدى صدر المجرم. يعني قتل الناس، قتل الشباب، قتل النساء. نعم. اصحوا يا عراقيين، اناشد العراقيين الشرفاء، ننتظر هذه الجمعه القادمه. سماحه السيد المرجع علي السيستاني، انتاني هاي الجمعه اخر مره، واستبت الى حد نقوم بالسلاح. يعني ابو سيد جاسم، بصراحه الموضوع نبقى في اطار السلميه، لانه هذا اللي تريده الأحزاب وتريده الميليشيات، أنه يشيطنون هاي التظاهرات وهاي الثورة. أدري ثورة إدمتها، هم أحلى سلميون، المتظاهرين ما عندهم يرفعون بس العلم، جاي يضربونا بالعصف والبنادق والمسدسات ومثل السمين كل المحافظات، ليش؟ أحلى سلميين. يقول إذا متى ثانيهم، إذا متى ثاني هذا الشيء؟ سيد جاسم، هذا الجمعة الناشد سماحة السيد عاد السيستاني اخر جمعه له، والله العظيم الاسبوع اللي جاي يشوفون الشين ما شايفينه من الشعب. نعم. ليش هيك؟ ليش حرام؟ هذا سيدي برسول الله يسوي بالعالم، هيك مجرم. نعم. طيب مشان يقول مقتدى الصدر، مشان يقول انه انا ويا المتظاهرين واني لحمايه المتظاهرين وافرادي وعناصري لحمايه الناس، ليش قلب على الناس وبدا يقمع بهذه الطريقه؟ هو قشاش، هذا ربك يريد يطحبهم، الله يريد يطحبهم حشاك، الله جاي يسوى بهم هيكي، والله العظيم. خلي يحترم نفسه ويسحب جماعته، لا والله تقتلهم بالشوارع، بالشوارع تقتلهم. طيب سيد جاسم، انا اشكرك، كنت معنا من كربلاء. ابو فيصل من السعوديه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا. تحية لجنابك والغناء وكادر الغناء، تحية للشعب العراقي، نحيي
ساحات التحرير، الثورات، كل محاورات العراق. نعم. أستاذ محمد، هو المفروض العراق المفروض تحت قرار الميثاق السابع للأمم المتحدة، لأنه العراق لا يوجد أستاذ محمد حكومة، هذه كلها القبعات الزرق والقبعات الصفر، والعراق تحت فوضى عارم، يعني طالب من الأمم المتحدة تدخل لحماية الشعب العراقي من هذه العصابات. نعم. فأثبت أنه لا يوجد حكومة بالعراق. فالنسبة لشهداء النجف اللي يقول لك ثمانية، هذا لن يلعب أهل النجف الأبطال، أهل النجف وأهل الناصرية الأبطال مدن العراق كله بدون استثناء. كل مدن العراق شجعان، ونعرف هذا الشعب لن تراجع ولن ألا بإسقاط هذه العملية السياسية كاملة، وأعلنها الشعب العراقي من أول يوم، ونحن نعلن تأييدنا الكامل للشعب العراقي وتحييره. شكرا يا أبو فيصل. أبو محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله أستاذ أنا أوصي الشعب العراقي. نعم. وأوصي المتظاهرين، أقول لهم منا تجعيات خليها على صفحة. الريد. نعم. علم عراقي والريد أبو القدرة. شلون؟ ما فهمت منك يا أبو محمد. عموما شكرا جزيلا لك. معنا السيد أبو محمد من الكوت. أبو محمد من الكوت تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ حياك الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم وعلى هذه القناة الرافدين. حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ. إحنا نطلب من المرجعية أن تتدخل بهاي، والله هناك راح تصير حرب شيعية شيعية. سيد مقتدى انكشفت اوراقه، واكو حكمه تقول امتحان الذهب بالنار والرجال بالتجارب. اليوم اصبح سيد مقتدى عميل، اكبر عميل لايران، وراح تصير يعني عشائر، وتصير حرب شيعيه شيعيه. واحنا نطلب من المرجعيه بالنجف والشرفاء بالعالم ان تتدخل بهذه المظاهرات ويوقفون نزيف الدم. يقول مقتدى الصدر أني دخلوا الساحات التظاهر من المندسين والمخربين، وجماعة القبعات الزرق شايلين الورود سلاح، يعني سلاحهم الورود. طيب ذول الشهداء اللي دنشوفهم منو بده يقتلهم؟ يا أخي ذول كذابين، وذول والله ما أدى على مود يا مصلحة يقاتلون عراقي، على يا مصلحة. ساعة يقول أنا ويا المظاهرين، ساعة يقول أنا هسه كشفت أوراقهم كلهم. إحنا تعب والله، تعبنا يا أستاذ تعبنا. أريد من الأمم المتحدة، أريد من المرجعية تسوي لنا حل. تعبنا من هاي الملل، تعبنا من عدها. يعني إحنا صار لنا شقد يا نعم. أبو محمد، الناس تناشد بالمرجعية. المرجعية شو كنت تتدخل؟ إلى متى أظل ساكتة؟ المرجعية مو بس المرجعية، الشيوخ العشائر هاي. هو هسه هذا بالميليشيات مو تابع للشيوخ عشائر؟ نعم. يعني شوخ العشائر ما توقف. نعم. يعني كل واحد ما أدري شي يمثل، شلون شوخ عشائر هم إذا ما يمثلون عندهم عشيرة؟ كل واحد تبع الميليشيات. هذا يتدخل ويسحب ابنه من الميليشيات. شلون تبرأوا قبل؟ شلون شوخ العشائر قال اللي يدمي الداعش أو غير داعش إحنا بريئين من عنده؟ هل يتبرعون من ذول جماعة الميليشيات؟ نعم. أشكرك يا أبو محمد، كنت معنا من الكوت، شكرا جزيلا لك. معنا السيدة أم جبار من بغداد، تفضلي يا أم جبار. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، ما يحصل في العراق، إحنا مو حكومة على أساس دفاع وداخلية. زين وزير الدفاع وين وزير الداخلية؟ لو وزير الدفاع من تعهد الإيران عش أيلول هو قاسم سليماني أن يسلمهم العراق في إيران، فيستحي أن يتراجع عن موقفه. نعم. الجيش ليش ما يتدخل أستاذ؟ الشرطة ليش ما تتدخل؟ مو عندنا من إيش؟ بس أكو اتفاق مسبق أستاذ، شنبري نفس الأحداث 11 أيلول سابقا. ومن ذاك الوقت كان الاتفاق بين اليهود الأمريكان، حتى بوش كان يدري بيها، والإيرانيين. ومن ذاك الوقت
قرر أن يسلم العراق بشرط هو وجماعته يبقون بالمنصب. نعم. وشكراً. شكراً جزيلاً لك سيدة أم جبار. معنا أبو حيدر من النجف، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم، تحية إليك وقناتك الموقرة. حياك الله، أهلا وسهلا. أولاً عندي سؤالين. سؤال أول بالنسبة للياسري اللي هو محافظ النجف، قبل يومين نزل وصرح على أنه صار اتفاق بينه وبين جماعة القبعات الزرق اللي هم جماعة السيد مقتدى على أنه ما يدخلون الساحة ووفر لهم الحماية. وين الحماية اللي وفرتهم يا الياسري؟ أنت متآمر ولجماعة السيد مقتدى على القضاء على المتظاهرين على ساحات التحرير على ساحة الصدرين، متآمر لهم أنت مثلا؟ قل لنا خل نعرف، لو أنت مرجل ما عندك كلمة يا سري. إذا مو ظلمة ما عندك كلمة تطلع، ترى اكو ظلم إله. إذا أنت تخاف على نفسك فاكو ظلم، ما تخاف. هاي واحدة. رسالة ثانية سيد مقتدى وجماعته، شوف اكو مثلا يقول الكيد يعني صاح الكيد. والله العظيم أقسم بالله الكريم الحد هنا، وما أعتقد بعد نتحمل بالله الكريم. إذا يدوا حرب شوارع إحنا ونلقطهم مثل ما لقط الجرذان، والله خلي ذمتهم ما يطلع من البيت. الحد الآن متمسكين بقرار المرجعية ونقول عير وساكتين وسلمية سلمية. بس إذا وصل حدها لا والله، هذول اللي هكذا شارين أسلحة وسكاكين ويطلعون. بس يا أبو حيدر، بس يا أبو حيدر، هذا اللي هم يريدوه يا أبو حيدر، هذا اللي هم يريدوه. يريدون الشيطنون المظاهرات ويريدوكم تلجؤون للعنف. 27,000 جريح يا أخو، أكثر من 1,000 شهيد. إلى متى السلمية أخي؟ الدولة ما تستجيب، ما يسمعون، وكأنما نحشي حائط ماكو استجابة. هؤلاء ناس فسدة. يعني جاسم، جاسم أبو حيدر، جاسم من كربلاء يقول وين المرجعية ساكت لغاية هاي اللحظة؟ يعني كم جمعة مرت وهم ساكتين يتفرجون؟ الشعب العراقي بالله الكريم، بالله الكريم، هاي قضية صار إيران والعراق من 86، 8 سنوات حربنا ويا إيران طلعت هسه وسلطت عدونا علينا اللي منا وبينا، تريد السلطة علينا حتى هي تتكتر وتخلي العراق ساحة حرب. احنا حرب شيعية شيعية، تريد تسوي حرب احنا وايران، تريد تسوي العفو احنا وامريكا، تريد تسوي حصار امريكا على العراق حتى مثل ما قاتلهم الفقر يرجع يقتل العراق الفقر. بس هاي ما تصير والله والله والله، اقسم بالله. وانا واحد من الاف بسم الله سيد مقتدى، اذا ما لزم هالزباله مالته الا نزلهم بالشوارع ويلزمون حدودهم، اقسم بالله الكريم ما نخلد بهم واحد صاحي ولا نخلد يطلع بيته والله. طيب، وقد اعذر من انذر وخلد يرون بالهم على نفسهم. شكرا يا ابو حيدر، كنت معنا من النجف، نتفهم هذه المشاعر. طبعا مشاهدينا الكرام، الناس في حاله غضب شديد من هذا الغدر الذي شاهدوه بعينهم من شخص كان يخرج يتحدث للعلن على أنه موالي ومناصر للمتظاهرين ويدعم الحقوق المشروعة ويدعم المطالبات السلمية بالحق، لكنهم الآن يرون أن القبعات الزرق وسرايا السلام الميليشيات التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هم الذين يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، هم الذين يقومون بحرق الخيام الآن. هذه حالات غضب تخرج من عراقيين يعانون في الشوارع الآن. طبعا يبقى خيار السلمية هو شعار المتظاهرين، وهو الذي أدى مفعوله بشكل قوي جدا وأجبر كثير من الأطراف في العراق على إظهار حقيقتها ويعني إيقاف هذا الخداع المستمر للشعب العراقي. طبعا صالح محمد العراقي أحد أتباع مقتدى الصدر خرج بتعليق أو تغريدة بعد نشر أحد الإخوة، كما كتب في الصفحة، نشر أحد الإخوة: الآن سيطرة كاملة على ساحة الصدرين وهروب جميع المندسين والمخربين، في إشارة طبعا إلى المتظاهرين السلميين في ساحات النجف. صالح محمد العراقي يقول: لابد أن يكون لطلبة العلم الكرام وللعشائر النجفية العزيزة دور لإنقاذ النجف الأشرف من أيدي المندسين والمخربين بصورة سلمية، ويقول لإنهاء الأيادي الخفية الخبيثة
التي تريد النيل من قدسيتها، ويدعو بالنصر بسلام على القوم المخربين. يعني من الذي يحمل السلاح في العراق الآن؟ من هي الأطراف التي ترفع الهراوات وتستخدم السكاكين والرصاص الحي، واستخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع وغيرها من هذه الأسلحة ضد المتظاهرين؟ أليست هي هذه الميليشيات القبعات الزرق وسرايا السلام؟ ألم يرفع المتظاهرون فقط العلم العراقي في ساحات التظاهر؟ من الذي يرفع السلاح بوجه من في العراق الآن؟ معنا السيدة أم محمد من أربيل، تفضلي. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا حيها قناتكم وقناة الراشدين أنت والكادر. أهلا وسهلا. قناة العائلة العراقية الشريفة. حياك الله، تفضلي. طبعا أخويا العزيز، إحنا نعرف كلنا هسه بالعراق إحنا ما عندنا حكومة. كلها منشيات إيرانية فرس مجوس. نعم. أحزاب وكل من يزيح نار قرصته. شعب العراقي كله ذبح، أهل العمايم وين راحوا؟ نعم. ضامين روسهم وأولهم أسر يطلعون إخواني قبل شوية يقولون السيد مقتدى. ليش يقولون السيد مقتدى؟ هذا سيد مال بالك، هذا عميل ما من ديون يعني إيران. احنا نتكلم عن سياساته، نتكلم عن تصرفاته، لماذا بعد أن كان يقول أنا ويا الشعب طلع هاي الجماعة وهاي القبعات الزرق وهاي الميليشيات لضرب الناس؟ نعم. هذا السؤال أخوي العزيز. نعم أنا اسمح لي بس أحكي. هذا ذيل من ديول إيران، هذا عميل أنا أسميه خنزير، هذا ليقتل بأهله وشعبه. يا محمد خلينا بعيد عن التجاوزات، خلينا نحكي عن تصرفات. لا نشخص أخوي العزيز. هسه عوف هذا كله عوف على صفحة مقتدى الصدر، هسه يكتل بهذول الأبرياء اللي هسه اليوم بالنجف المنزلة الصايرة. نعم. زين وجوه العشائر وين؟ نعم. العشائر وينهم؟ أنا هذول وجوه العشائر أسميهم عشائر التسعينيات، هذول التسعينيات وين أبنائهم اللي دا تتكتل هسه بعمر الورود؟ وينهم ضامين روسهم؟ وين المرجعيات؟ السيد السيستاني وين اللي دا يطلع كل مرة يطلع؟ وين دا يطلع حال الناس الأبرياء؟ لأن هو شايل علم وقاعد بالخيمة. نعم. يجي عليه غدر الكتلة ليش وهو شايل علم عراقي؟ نعم. شنو ذنب هذا وهو اللي طالب بأبسط شيء من حقوقه؟ وين السيد السيستاني؟ يلا خلي يطلع، خلي يقول هذا رافع العلم العراقي بيدي كتلة. إذا هو الزلمة خلي يواجه رجل الرجل. هواني اللي أفضل لهم ولإخواني أنا أقول لهم يشيلون سلاح، خلي يقولون وجه الوجه أحسن. يا أم محمد إحنا يعني نرجع ونقول إنه الترويج اللي مبدأ العنف هو هذا ما تسعى إليه أحزاب وميليشيات السلطة بهذه الطريقة. هم يريدون أصلا، هذه كانت أمنيتهم من البداية، أن يشيطنوا التظاهرات ويحرفوها عن مسارها ويدخلوها طبعا في نفق مظلم من العنف والفوضى في العراق. هذا اللي تسعى إلى السلطة، يعني هاي رغباتهم هاي أمنياتهم. نعم. إحنا ليش نحقق لهم هذا الشيء؟ هم يريدون، هم هيد مو هم راح يخلصون الشعب هيد يومية 10 و5 وراح يخلصون هاي الشباب كلها اللي بتروح هيد غدر بتروح غدر. ليش ما أنا أدافع بنفسي أشيل سلاحي وأواجه وجه الوجه وأموت بكرامتي أحسن لي؟ طيب شكرا يا أم محمد من أربيل، اللي تشوف وجهة نظر. لكن نرجع ونقول أنه خيار السلمية هو الذي يسعى إليه المتظاهرون في العراق، وهو الذي رفعه المتظاهرون في العراق شعارا منذ أول يوم في هذه التظاهرات ولغاية هذه اللحظة. يواجهون بصدور عارية الرصاص الحي وغدر الميليشيات وبطش الميليشيات والقوات الحكومية، وصامدون ومستمرون. يعني ليش نخربها وندخل في موضوع العنف والفوضى في العراق اللي هذا أصلا تريد الحكومة والميليشيات من البداية؟ أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أخي بالنسبة لهذه الفرقة ونمثلها بفرقة الأزارق الخوارج التي كانت هي من أعنف وأشد بطشا بالناس، هؤلاء القبعات الزرق. نعم. الآن يستغلون الفراغ السياسي إذا كان هنالك شيء سياسي في العراق. نعم. الأوامر هي من إيران لقمع أكبر عدد من المتظاهرين الثوار. نعم. مقتدى المجرم كذلك يريد أن يستغل، هو سيركز بطبيعة الحال على النجف لأن النجف سبق وأن
قام فيها بجرائم كذلك في بداية الغزو للسيطرة على المراقد والسيطرة على الأموال التي تجنى من هذه المراقد حتى تغذي مليشيتها. هذا الأمر معروف. طيب. نحن أخي نريد أن نصعد سلميا، نريد من أخوتنا في سامراء يصعدون، لأن هنالك سوف يرسلون مجموعات سمعنا من سامراء إلى المدن الأخرى. كذلك نريد من أهل الكوفة يحاصرون مقر المجرم مقتدى الصدر في الكوفة في الحنانة. طيب. هؤلاء أخي الآن نريد أن نقول نرسل رسالة للرئيس الوزراء المزعوم. طيب. أخي أنت إذا مو قدها ليش مصخم وجهك وصاير رئيس وزراء وصاير قائد عام للقوات المسلحة؟ يعني الآن شنو، ماكو شرطة، ماكو أمن، الأمر فوضى؟ يعني الأخوة من يقولون إحنا نريد ندافع عن نفسنا، من حقهم أخي، يعني صحيح سلمية سلمية، لكن الآن الشرطة تتفرج، وأهل النجف مو غشمة من اللي يدور. أنا أقول لك بصراحة هم الآن تورطوا مع أهل النجف. أهل النجف ناس كذلك مو يعني طالعين، ما عندهم أصول ولا عندهم عشائر. سيردون على هؤلاء ويحافظون على أبنائهم. هم تورطوا بصراحة، يعني هم تورطوا في العراق أصلا وفي النجف بصورة خاصة. أبو فاطمة أنا أشكرك، كنت معنا من النجف، معنا أبو محمد من بغداد. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذي؟ شو صحتك؟ حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. احنا نريد من المتظاهرين، نريد منهم ان يتحدون يصيرون قلب واحد، ونريدهم يتوكلون على الله ويبقون سلميه. نعم. لان السلميه تجيب نتيجه مع ذولا المجرمين القتله. نعم. لان ذولا اكو من وراهم دول ودا يسعون على يجرون المظاهرات الى مظاهرات عنف حتى على مود يبيدوهم بالصواريخ والمدافع حتى شغله تي حتى يبقون مثل بشار المجرم. نعم. بشار المجرم اللي قد قتل هسه من الشعب السوري واللي حد الان موجود. ليش؟ لان هو اسرائيلي امريكي. نعم. فاحنا نريدهم يبقون سلميه مهما كان، لا مقتدى ولا غير مقتدى يجرنا الى العنف. نبقى سلميه. صح. ونبقى باللسان وبالهوسات نخلفيهم ونطلعهم دول الخونة العملاء. نعم. نطلعهم قدام العالم ونخلفيهم. هسه مقتدى طلع قدام العالم، طلع مجرم. اول بدايه كان مع المظاهرين وينصب ويسوي الخيام ويسوي اكل ويوزع المتظاهرين. شنو اللي خلاك تقلب على المتظاهرين؟ شنو اللي خلاك تقلب؟ مو الناس قالت ما نريده، الناس قالت بالتظاهرات ما نريده، وهو ما يمثلنا، ما يمثل التظاهرات. والله الناس قالت ما نريده وهو جاي شيت، يعني ما يستحي. الناس قالت ما نريدك عمي، كفينا شرك، انت من تجي تخرب المظاهرات؟ وفعلا صحيح، هو من جاي ودخل المظاهرات. المظاهرات صارت قليله، لان المظاهرات كان بيها المسيحي وكان بيها السني وكان من جاء مقتدى. كل الوطنيين انسحبوا، بقى بس مقتدى واعوان الخوان الايرانيين والعربنتيه. يا اخي ما يستحي. طيب. انت هسه على ابناء جلدتك هسه احنا لو سنة قلت ارهابيه بعثيه تكفيريه الجوامع بلشتها ويا الامريكان، هذول سنة بالله. هسه هذول ابناء جلدتك هذول كلهم يمشون وراك، هم دول كانوا حمايه لك، يعني حمايه لك. وفقد هاي القاعده اللي كان اوهم الناس بها، طبعا القاعده الشعبيه. انا اشكرك يا ابو محمد من بغداد. ابو سجاد من النجف، تفضل يا ابو سجاد. ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك حبيبي؟ حياك الله ابو سجاد، اهلا وسهلا، تفضل. انا عندي مناشده صغيره بس بدي اناشد. تفضل. احنا صارنا 5 أشهر بالمظاهرات، انا جاي احكي لك من سرايا السلام. حضرتك من سرايا السلام. من سرايا السلام 5 أشهر احنا بالمتظاهرين. طيب. من صار من ترشح رئيس الوزراء، خلي بالك اريد كل الجمهور يسمع، اريد كل عراقي شريف يسمع. نعم. من ترشح رئيس الوزراء هذا هسه الجديد؟ نعم. دزوا علينا بالمكاتب. نعم. رادوا قمع المتظاهرين.
هاي أوامر جتكم؟ أوامر جت حبيبي. اسمعني خلنا أسولف لك. تفضل. زين أنا من إحنا نطلع نقبح المظاهرين، زين أنا أخوي وابن عمي وصديقي وجيراني بالمتظاهرين، شلون أطلع عليه وأقمح؟ إحنا انسحبنا. أكو قسم من عندنا انسحبنا ما قبلنا وقعدنا ببيوتنا وسووا علينا حجر. حجر؟ نعم. إي. ينسحبوا وظلوا ذولا هسه حاليا ذولا ماكو شغل هسه. نعم. هذولا كلهم مصاصين دماء، ولاهم مو للعراق، ذولا ولاهم لايران حبيبي. ابو سجاد ليش يامر مقتدى الصدر اتباعه انه يقمعون الناس بهاي الطريقه؟ مو بيد انا راح اسولف لك. قبل كان السيد يمشي براي، هسه السيد ما يمشي براي. داد براي منو؟ لا يمشي براي ايران حبيبي. جت اوامر من ايران. اوامر من ايران؟ طيب ما هو يقول انا عراقي واني مرجع عراقي مرجع عربي؟ لا 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 وصارت اريد الحكومه بس له، ويريد الشعب يمشي بس وراه. نعم. انتوا ليش دي حاربوكم طيب؟ اذا رفضتوا ليش دي حاربوكم؟ الشريف ابن الاوادم ما قبل. نعم. بس البقى المصاص الدماء وذولا كم واحد الهتليه ظلوا هم ظلوا بالشارع، شوفهم لازمين سكاكينهم وكلهم معروفين واحد واحد، وذاتك يعرفوهم العراقيين واحد واحد وباكر يتحاسبون واحد واحد. ما تخاف على حياتك يا ابو سجاد انه انت رفضت تتبع اوامر مقتدى الصدر؟ مو بس ثاني واي رفضوا. نعم. مو بس تتوقع منه يسلط عليكم انصاره ينتقمون منكم؟ ايوه صم ما سلطوا علينا، ليش ما سلطوا؟ شلون ليش ما سلطوا علينا؟ نعم سلطوا علينا بس هي ماكو داعي بعد الخوف المن. احنا طلعنا نريد وطن، نريد عراق احنا. نعم. بالبدايه وشفنا العراق راح انتهى. من وصلت لي تحاله على اخوي وابن عمي وطلع علي انا قمعه واضرب. بعد وين هاي شعارات الاصلاح اللي دوخ الناس بيها مقتدى الصدر والاصلاح والريد اصلاح؟ ابو خليني بس اقول هسه صار جندي شطرنج. تفهم شلون؟ نعم. اكو بي من يحركه يجيبه منا يحطه منا يمشي باوامر مو بيده. نعم. انا اطلب من كل شريف. نعم. بالسرايا بأن لا يقمع مظاهر ولا يضرب مظاهر ولا يدنى للمظاهر. كل عراقي جريف. نعم. وهم يسمعوني وريد كل شريف يسمعني، بس أطلب من المتظاهرين الشرفاء بالعراق كلهم اللي بيسوق قبعات الحمر، ليش ما يوصل للناصرية؟ ليش ما يوصل للناصرية؟ يا الناصرية عشائرها قوية. نعم. ليش النجف دمروها اليوم؟ لأن مع الأسف على شيوخ النجف. أنا أحسب حسبي على شيوخ النجف. نعم. اللي ما راح ابنه راح ابن عمه، واللي ما راح ابن عمه راح من عشيرته، واللي ما راح ابن عشيرته راح من جيران. أنا حسبي عليهم واحد بس. نعم يا أبو سجاد أنا أشكرك، كنت معنا من النجف وضحت لنا أمور كثيرة حقيقة، وهي شهادة من أحد يعني خلينا نعتبره الآن منشق من سرايا السلام أبو سجاد من النجف، باعتبار أنه هو رفض أنه يلطخ يده بدماء العراقيين، وطبعا يعني هذه خطوة العراقي الشريف، هكذا هو العراقي الشريف الذي يرفض أن يقتل أخيه وبهذه الطريقة وبدم بارد. يعني هذه ردات فعل طبيعية، وكما ذكرنا في البداية كثير من يعني التابعين للتيار الصدري سابقا كانوا ضمن المظاهرات حقيقة، دخلوا بنفس وطني عراقي خالص، لكن عندما دخل مقتدى الصدر بهذه الطريقة لوأد المظاهرات وثورة تشرين بدأ يهدد أنصاره أولا، وحتى هددهم بعوائلهم أن يتركوا ساحات التظاهر من خرج ليتظاهر بسلمية، وحشد هذه القبعات الزرق وسرايا السلام الميليشيات وبدأ بقمع الناس. طيب معنا محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي محمد. أهلا وسهلا حياك الله. يا أخي سبحان الله يا أخي أنا أتعجب من أتباع الصدر. نعم. هؤلاء الناس اللي يعبدون البشر. نعم. المنطق مصلحتهم على الثوار. أساس الثوار يعني الباقي من برنامجهم إنهم نعم. يسعون إلى بناء
يعني دولة عصرية جيش وشرطة، هي دولة ميليشيات يا أخي، دولة الميليشيات والله ما تنجح لو تجلس 100 سنة لا في العراق ولا غير العراق، مستحيل. نعم. وعندي أمنية يا أخوي بس لو سمحت خير. تفضل. أتمنى من المرجع السستاني أن يفتي بحرمة دم العراقيين، لو في دستورهم يسمح فيها المتظاهرات يا أخوي، التظاهرات يسمح في الدستور عندهم. نعم. حتى الدول اللي هم مسموح فيها مظاهرات وتطلع فيها مظاهرات ما تصير فيها المجازر هذه. نعم. يعني مثل ما افتى بحرمة مقاومة المحتل الصليبي يفتي بحرمة دم العراقيين. شكرا لكم. وضحت الفكرة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لاستكمال الحديث حول هذه الاعتداءات وهذا القمع الذي تمارسه عناصر القبعة الزرق سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا أبو ياسين من ديالى. أبو ياسين تفضل، حياك الله. حياك من زهر. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو ياسين. جات من كربلاء ومحمد الكوتي ناجون المسجد الأعلى السستاني. نعم. المتظاهرين سلمين يقتلون في أحد دار المرجعية، وين دار المرجعية؟ هي مسرحية مع هذا الاتفاق متفقين عليها المرجعية وهاي كل السياسيين. السياسيين ممكن فضح كل فساد المرجعيه، هذا واضح اليوم. ما يصير عليك بلاك جاء محمد انصاره، هم اصلا شريحه بالمجتمع يشوفون بالعشوائيات. طيب. قال اليوم ما في جالس بينار، يعني ليش يضحك عليكم مختلف؟ وياي محمد الزعامات هي اللي هسه مال الميليشيات، مو قاعد تثبت بيرات من قصه مو من هزموا دخل يقولون واجهوا الامريكان بدل ما يواجهون الاهل المتظاهرين. نعم. هذا ما في فيه هذا دم، هذا الشعب اليوم لازم يصحى ويترك اي معمم، ما في داعي المعممين يا اخوان. استعوذ هذا تسمونه رمز ديني، وش جابه على السياسه؟ هذا اليوم جاي يوم يقول لك شيعي شيعي مقطع، لحد وهم كلنا عراقيين، اذا كنا شيعي لا تكفي. المهم صفوا المناطق الغربيه على ايديكم وجاي يشوفون الساعه قد الحشد تحت التظاهر، يعني هذا ما يحمونكم، هذول يحمون بس مصالحهم. اليوم هذا الوضع، هذا اللي جاي يشوفونه هذا ترى مقتدر والمقتدر العراق. اتركوا اسم مرجع، اتركوا اسم معلم. وضحت الفكره ابو ياسين، اشكرك واعتذر منك الوقت ضيق ولدينا متصلين ينتظرون. ابو رقيه من النجف تفضل يا ابو رقيه. ابو رقيه من النجف موجود؟ فقدنا اتصال. من معنا الان؟ طيب إذن مشاهدينا نقرأ بعض الرسائل الواردة لنواكب مع المشاركين حقيقة على الواتساب. نبدأ من أول الرسائل التي وردت. أحمد فخري من الدنمارك
يقول تابعنا اليوم بساحة التحرير حدث فريد إذ قام أصحاب القبعات الزرق بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بالعنف المفرط، فقام البعض منهم بالرد على المعتدين وهذا وذلك باستخدام العصي، وهذا التطور طبيعي جدا لأنه حق الدفاع عن النفس كفلته كل الشرائع السماوية والدنيوية فقد ورد بالتوراة. طيب كذا كذا كذا. طيب ماشي، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، هذه رسالة موجهة إلى أهل الناصرية. الناصرية أنت ما سويت إضراب عام للمدارس بعد المن رجعوا الجامعة ابتدائية دوام واحد. ما فهمت حقيقة بالرسالة شيء، ما فهمت. طيب السلام عليكم، نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بحق المتظاهرين السلميين ونطلب من الحكومة إن كانت حكومة موجودة لحماية المتظاهرين وعليه أن يتحرك زعيمهم الغائب. ما فهمت شنو يعني زعيمهم الغائب. طيب أم محمد من بغداد، تفضلي يا أم محمد. أم محمد أنا من النجف، من النجف، من حي النصر. والنعم أم محمد، حياك الله، تفضلي. أحد عينا، أهلا وسهلا بيك. الله يسلمك، تفضلي. إن شاء الله. الله يبارك فيك. جيت من أمير المؤمنين، نريد إن شاء الله ينصرنا على الظالمين، ينصرنا على ذولا الفاسدين. نعم. ذولا كلوا حق الشعب. نعم. نعم حجية. يا بعد عين عينك، يا بعد روحي. يا بعد عين الله يستر عليك استاذ، شلونك شلون كيفك؟ والله الحمد لله، الله يحفظك ويبارك بيك ان شاء الله. بارك الله بيك، يحفظكم ان شاء الله بحفظ الله امير المؤمنين. آمين. يحفظكم، يحفظ الشعب. آمين. يرحم شهدائنا، يرحم جرحانا. والله يا قاضي ايش الوقت تروح اول تاريخ تسوي السيد، اول تاريخ تسوي بينا ليش؟ ليش؟ ليش احنا فريسه؟ صرنا فريسه بين الاعداء. نعم صدقتي يا حجية أم محمد، بعد عين صرنا ليش تليش؟ مو احنا شعب، مو احنا ايد وحدة يكون سهوى يزعلنا يزعل ولدنا. نعم خلاص محمد، انا اشكرك للمشاركة، بارك الله بيك. كنت معنا من النجف، معنا أم عبد الله الان من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا اخي قلبنا مجمر يعني اللعب، يعني واحد يحكي بس يخطط عنه. نعم. بس ما ندري على من يعتب، ناتب على السبعينات اللي صخموا وجهنا أعضاءنا وعمامنا اللي راحوا انتخبوا، اللي أنتوا تعرفوهم، أنتوا أكثر البشر تعرفوهم حاربتهم، تعرفوهم نكتين وذيول وتبعية، شلون يجوي واحتلوا بغداد ورحتوا ركبتوا مثل مخابيل انتخبتوهم، وتكموهم حاربوكم بإيران وذول يعذبوكم الأدرع راجعوهم حتى ما بيهم حيل وما بيهم خير ويعيلون عوائلهم. شلون شنو من عقول كتب احنا هسه نفسهم الآباء اللي قاعدين يبكون تم على ولدهم التسعينات والألفينات، والله حرام ذول يرثون، والله ذول ترى والأجداد والعمام زين اللي قاعد هسه كل من يبكي انتوا السبب، اقول لهم انتوا السبب، انتوا رحتوا انتخبتوا دمها بسعت وراحت كلها بدم برضبط كل مره راح انتخب. نعم نعم هم تعيدون الكره، خلي باكر عقبه صرت انتخاب الزمره الفاسده. نعم عبد الله، الشعب اختار كلمته من الانتخابات اللي فاتت، وكانت المقاطعه اكثر من 82% نسبة الشعب اللي قاطع، يعني هو هاي أكبر رسالة ودليل على أنه هاي الحكومة والأحزاب كلها مرفوضة. أخي ما يفيد الحكي، الله وكيلك العراق مذيوع، هذا هو محمد توفيق. نعم. علاوي هو هذا شنو؟ وش يصير من الصدر؟ حوالي آل البيت. نعم. زين شو يصير منه؟ أم عبد الله أنا أشكرك وأعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. فيما تبقى من وقت نقرأ مشاهدينا الكرام سريعا. أبو علي من المحمودية يقول مقتدى أصبح كذا كذا لإيران، وأصبح الورقة الأخيرة اللي تلعب بها إيران، وهي ورقة خسرانة إن شاء الله. رسالة تقول، طبعا أعتذر الرسائل الطويلة لن أستطيع أن أقرأها. سامي من هولندا، السلام عليكم، تحية لقناتكم. عشائر الناصرية تستنكر القمع، ما تقبل مرتزقة مقتدى وقتل المتظاهرين،
شكرا لك. رسالة لدينا تقول: السلام عليكم. المذابح والمجازر واستباحة الدم العراقي مستمرة والعالم يتفرج، ليش قتل المتظاهرين مستمر؟ أين دور القانون والشرطة؟ كل شاب سقط شهيد يعادل مليون من هؤلاء الكذا الخونة. لك الله يا عراقنا الجريح. ندى من الدنمارك، شكرا لك. رسالة تقول: أبو أوس من تركيا، الإيرانيون مزقوا كل شيء يتعلق بسليماني من أجل بلادهم، وأنتم مزقتم العراق من أجل إيران، خنتم العهد والوطن والشهيد ومسحتم تاريخ مجدنا، تاريخ تمجدنا به آلاف السنين لأجل إيران اللي تحاول اليوم أن تجمع نفسها لتعيدها من جديد بعد خراب ودمار العراق. طيب، رسالة تقول أبو حاتم من الموصل، رسالتك طويلة يا أبو حاتم، أعتذر منك معذرة. وأيضا لدينا رسالة طويلة جدا حقيقة، لن أستطيع أن أقرأها. رسالة طويلة يعني باختصار من هذه الرسالة لكي نعطي الرجل حقه، يقول: وجه كلامي هذا إلى المرجعية في النجف، ماذا يفعل أصحاب القبعات الزرق في ساحات التظاهر إن كانوا يمثلون جزء من حكومة يجب عسكرتهم والتحاقهم بالقوات الأخرى كالشغب أو غيرها؟ يعني ميليشيات، احنا الجيش كل نصه ميليشيات يعني. عموما، عبد الله ثائر المحافظة البصرة يقول رسالة: الصدر من الصدر، هو شخص عادي مثلي مثلك. لا، هاي رسالة جديدة. يقول: ليش إلى متى راح نظل هيك؟ إلى متى نطلع نموت، نشتغل نموت، نداوم نموت، نقعد بالبيت نموت؟ وين نروح بعد؟ نريد بس وطن، بس وطن، ما جاي نريد فلوس، نريد بس وطن. أبو حيدر من النجف يقول: يبكون على الحسين وحرقوا خيم أهله وجماعته، ومن الذي حرق؟ إذن هؤلاء الذين حرقوا خيم المتظاهرين هم أعداء الحسين. شكرا يا أبو حيدر. رسالة أم رحمة من الكوت: حبيت أوصل صوتي لقناتكم الكريمة، لماذا المرجع الديني يرى دماء الشعب العراقي وساكت؟ رسالة تقول: مساء الخير أخي، هاي لعبة مع مقتدى وإيران، لعبة ينهون العراق، ذيول إيران، الله ينتقم منهم. أين السادة؟ ليش نايمين؟ ليش ما يطلعون؟ ليش الشباب ماتت مثل الورود؟ الله لا يوفقهم. رسالة تقول: إبراهيم الدليمي من بغداد، كشف النقاب أو كشف النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان باتت سافرة. طيب، من أبو عمار، يعني هذه الرسائل وتجاوزات غير لائقة يعني. لدينا رسالة أخرى، أحد الأشخاص أرسل نص صوتي، لن نستطيع، أو عفواً تسجيل صوتي غير متاح. عفواً، أنا نور من الناصرية، مع الأسف السيد مقتدى طلع ولاء لإيران مو للعراق. مساء الخير قناة الرافدين الحرة. مقتدى الصدر ليش ضرب المتظاهرين؟ لأن المتظاهرين ما رادوا محمد علاوي. محمد علاوي ومقتدى تابعين لإيران. طبعا أعتذر لمن لم أستطع أن أقرأ رسالته، لكن الرسالة كثيرة جدا والوقت انتهى. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.